الخرطوم الفضائية ومجموعة آل حاكم تقدم لكم برنامج ليالي السودان. ليالي السودان أحلى وأجمل في رمضان. ليالي السودان فيها نغني للأوطان. برنامج ليالي السودان بمشاركة الفنانة إنصاف فتحي، الفنانة رانيا محجوب، الفنانة منى مجدي، والفنانة شذى عبد الله. ليالي السودان أحلى وأجمل في رمضان. ليالي السودان فيها نغني للأوطان. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان من جوله جديده من ليالي السودان الاحلى والاجمل في رمضان. اكيد تصوموا وتفطروا على خير يا رب، وربنا يتقبل مننا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله. تابعونا في جولتنا اليوميه في ابهى واجمل المناظر السياحيه السودانيه. ولاية شمال كردفان هي إحدى ولايات السودان الوسطى وعاصمتها مدينة الأبيض، والتي تبعد حوالي 588 كيلومتر جنوب غرب مدينة الخرطوم. كما تعتبر مدينة الأبيض ملتقى للطرق المهمة التي تربط ولايات السودان المختلفة، بالإضافة إلى أنها تمثل مركزا تجاريا واقتصاديا للولاية. مجددا لكل اللي بيشاهدونا والبتابعونا اكيد. وفي ليالي السودان حنقدم 150 اغنيه ما بين الاعمال الفرديه والعمل الكورالي اللي بنقدمه يوميا في نهايه حلقه. شاركوا في اداء ال 150 عمل اليوم التحايا والتقدير. 4 مطربات كل واحده عندها مكانتها بين جمهور، وكل التحايا لهم شذا ورانيا وانصاف وكمان منى، كل التحايا لهم. وأجمل وأحلى التحايا للفرقة الموسيقية النسوية بقيادة الفنانة الجميلة المميزة الموسيقية سارة شحاتة. أهلا ومرحبا بكم، وإن شاء الله يا رب خلال ليالينا الرمضانية اليومية نقدم أجمل وأروع الألحان ما بين الوطنية والتراثية، وكمان الأعمال الجميلة المميزة بالأصوات النسائية المميزة جدا. تابعونا وخليكم معنا. The state of North Kordofan is in the center of Sudan. Its capital, Al Obeid,
is about 588 kilometers southwest of Khartoum. The city is located at an important crossroads, linking various Sudanese states, and is also the commercial and economic center of the state of North Kordofan. تحايا الجمال والمناظر الخلابة الطبيعية في ليالي السودان الأحلى والأروع والأجمل في رمضان، يوميا ضربة البداية والصوت النشوي الطروب المميز جدا. شذا عبد الله تابعونا وخليكم معنا. Thank you.
كل التحايا لكل اللي بيشاهدونا وبيتابعونا داخل السودان وخارج السودان، وتحية لكل سوداني من كل منطقة ومن كل قبيلة عنوانها الجمال والأصالة والتاريخ. الخرطوم قلب السودان النابض. احنا دائما بنردد وبنقول انه قناة الخرطوم الفضائية بما انها هي قلب السودان النابض هي معين بيضم كل الثقافات وكل الحضارات السودانية. كما كان الخرطوم بمدن الثلاثة لا تخلو من جمال، أم درمان والخرطوم بحري والخرطوم النيل اللي بيحتضنها أكيد، وأم درمان المناطق الأثرية والتاريخية، الطوابي وبيت الخليفة وكل التفاصيل الجميلة الموجودة فيها أكيد، وكمان أجمل وأحلى الأغنيات اللي تغنت وعددت جمال أم درمان والخرطوم وبحري. كمان في الأغنيات الشبابية بنسمع أجمل الأغاني عن بحري وبمناطقة والخرطوم، الرحمة والمغفرة للراحل المقيم سيد خليفة لما يتردد بأجمل الأغنيات عن الخرطوم وعن للدنيا ولا فيها بتساوي مقرن النيلين يا سمرة أكيد. وأجمل وأحلى الأغنيات في الخرطوم عن حق طبعا أكيد، في المناظر الجميلة الفيها والسحنات العديدة الفيها والبهاء في الحلل اللي بتزين الخرطوم من بنايات ومن مناطق أثرية وكمان أكيد من مناظر طبيعية خلابة. شهد السودان طفرة اقتصادية كبيرة في المجال السياحي من خلال الترويج لحضارتنا وتراثنا عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وجميع وسائل التواصل الاجتماعي التي لعبت دوراً كبيراً في لفت أنظار العالم نحو أهرامات البجراوية في شمال السودان، والتي أثارت اهتمام الباحثين في علم التاريخ والمعمار والأثار، حيث إنها عبرت عن الوجه المشرق للحضارة السودانية القديمة. لقد حرص السودان خلال السنوات الماضية على تطوير منظومة الاستثمار في المجال السياحي، حيث قامت الجهات المختصة بالسودان بتكوين شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتطوير القطاع السياحي، خصوصاً فيما يتعلق بالبنية التحتية، بالإضافة إلى توفير الفنادق والمنتجعات السياحية ووسائل النقل والمواصلات والخدمات السياحية والترفيهية الجاذبة للسياح من داخل وخارج السودان. Sudan has witnessed a significant growth in the field of tourism, thanks to the efforts to promote its civilization and cultural heritage via various outlets, including audiovisual, print, and social media. These outlets, for instance, have played a key role in drawing the world's attention to the Bejrawiya pyramids in North Sudan.
The media has indeed managed to spark the interest of researchers in history, archaeology, and architecture, portraying these ancient monuments as reflecting a bright side of Sudan. In the past few years, Sudan has taken serious steps to enhance investment in the field of tourism. The concerned authorities in the country have established strategic partnerships between the public and private sectors with a view to developing the tourism industry. Particular attention has been given to tourism-related infrastructure, including transport facilities, resorts, hotels, and leisure services, aimed at attracting tourists from both within and outside the country. أهلاً ومرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. رمضان كريم ينعاد عليكم بالخير والعافية دائماً يا رب، وكل التحايا لكل المبدعات المشاركات في ليالي السودان، وتحية خاصة جداً للمطربة رانيا محجوب. أهلاً ومرحبا بك رانيا، وأهلاً ومرحبا بكل متابعينا، خليكم معنا. Thank you.
مرحبا بكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان، وتحية خاصة جدا مسائية رمضانية أم درمانية شهدت فيها مجروحة أكيد. تحية لكل أم درمانيين وتحية لكل أهلنا الطيبين السودانيين في كل مكان. أم درمان الأصالة والحضارة والتاريخ ما بتخفى على أحد من كل السودانيين وغير السودانيين كمان، كمان أصالة وتقدمية ومبادرات في مجال الثقافة والفنون، وأم درمان القديمة وأم درمان الجديدة والصالونات الثقافية والمجتمعات الثقافية. ويكفي إنه الإذاعة القومية وتلفزيون السودان وتلفزيون القومي بمبناه الشامخ قدام النيل في أم درمان، وكل اللي تبادلوا الأدوار في إدارته وكل اللي قدموا أعمال جميلة ورائعة جدا في كل المجالات الثقافية والإبداعية وحتى الرياضية. التحية لكل الأم درمانيين المبدعين، والتحية لكل مبدعي بلادي اللي في الأخير هم بيجوا بينطلقوا من مدينة الجمال أم درمان. الكاميرا الخاصة ببرنامج ليالي السودان في سماء مدينة أم درمان توضح جمال الطبيعة في وطننا الحبيب السودان. ك
كما تبرز النهضة العمرانية التي تشهدها مدينة أم درمان، بالإضافة إلى شبكة الطرق والمواصلات التي تربط بين مدينة أم درمان والخرطوم ومدينة الخرطوم بحري. Roaming the skies of Omdurman, the camera of Sudan Nights program reveals the beauty of nature in our beloved Sudan, highlighting urban development in Omdurman and the network of roads linking the city with Khartoum and Khartoum North. كل التحايا لكل اللي بيشاهدونا وبتابعونا في كل مكان، وتحية لحواء السودانية المبدعة المناضلة المكافحة البلغت أقصى وأعلى الدرجات التعليمية والوظيفية، كل التحايا لهم وتحية بنجددة في كل لحظة وفي كل ثانية للمبدعات المطربات المشاركات في ليالي السودان، كل التحايا للفنانة المميزة المبدعة كمان إنصاف فتحي، أهلا ومرحبا بك في المساحة القادمة. سكرتني سكرتني
تحايا لكل اللي بيشاهدونا وبيتابعونا وبيسهروا معانا يوميا في ليالي السودان، واكيد كمان في ليالي الخرطوم. والخرطوم بالليل بلغت شهرتها لحد ما وصلت موضة في الثياب السودانية المعروفة، وبالخرطوم بالليل كان عنده شنة ورنة زي ما بقولوا أهلنا الطيبين في زمن من الأزمان. وتحية وتقدير لكل المهتمين بالسياحة وبجوانب الإيجابية المشرقة. اليوم الخرطوم بقت ما بتقل من كل العواصم وكل عواصم الدول الأولى بجمالة وبهاءة والأضواء بالليل. وأجمل ما يكون منظر السودان بالليل وانت جاي من مطار الخرطوم وانت بتشوف الأضواء منتشرة وجميلة ومتنوعة، وكمان انتشار السياحة والسياح والمناطق الجميلة أدت نضارة وبهاء على المناظر الطبيعية الموجودة فيها والمباني السياحية اللي بقت منتشرة في عواصم الثلاثة أكيد ومدرمان والخرطوم والخرطوم بحري. كل التحايا لكل سوداني صاحب مبادرة جمالية بحافظ فيها على جمال ونقاء البلاد، وبالتالي بساهم في تطوير وتنمية السياحة والثقافة كمان في السودان. الخرطوم مدينة السحر والجمال، تطل بكل شموخ وكبرياء على ملتقى النيل الأزرق والأبيض في لوحة فنية بديعة ورائعة، تتميز بموقعها الاستراتيجي الذي جعل منها منطقة جذب سياحي لجميع الزوار من داخل وخارج السودان. Khartoum, the city of charm and beauty, gloriously overlooks the confluence of the Blue Nile and the White Nile, creating a marvelous portrait. Coupled with its strategic location, this has made the city particularly attractive for tourists from within and outside Sudan.
اهلا ومرحبا بكم متابعي ليالي السودان اللي فيها بنغني للاوطان واكيد الاحلى في رمضان. كل التحايا وكل التحايا اللي بنجددها للاربعه مبدعات المشاركات في ليالي السودان، وتحايا خاصه جدا للصوت العذب الرقيق منى مجدي. اهلا ومرحبا بك منى مجدي، ورمضان كريم وتصومي وتفطري على الف خير. Thank you.
مباشرة متابعينا ومشاهدينا في كل مكان إلى إضاءات وإشراقات من صفحات كتاب تاريخ السودان العظيم. متابعة طيبة. إضاءات وإشراقات من تاريخ السودان. لقد استطاع حكام مملكة نبتة الكوسيين أن يدخلوا مصر دخول أناس متحضرين، فلم يحطموا الآثار والرموز المصرية الحضارية كما فعل ويفعل عادة الكثير من الغزاة منذ القدم وحتى الوقت الراهن، بل أنهم على العكس من ذلك تماما اهتموا بتلك الآثار والرموز الدينية والحضارية وحافظوا عليها كما تبنوا عدة عناصر من الحضارة القديمة وقدموا القرابين والهدايا لآمورا كبير الآلهة المصرية، كما قاموا بإصلاح الكثير من المعابد المصرية. Snapshots from the history book of Great Sudan. The Kushite rulers of the Kingdom of Napata took over Egypt in a civilized manner. They did not destroy or touch the Egyptian monuments and cultural symbols, as is the case with all invaders since antiquity to date. Quite the contrary. The Kushites took great care of and preserved those cultural and religious monuments and symbols, and repaired a number of Egyptian temples. They even adopted several elements of that ancient civilization and offered immolations and gifts to Amun-Ra, the king of Egyptian gods. كل التحايا لكل اللي بيشاهدونا والبتابعونا داخل وخارج السودان بكل اللهجات السودانية المحلية. أهلا ومرحب بكم، وجيتا جيتوا حبابكم عشرة ودبايوة أكيد. وكل التحايا لأهلنا الطيبين في ولاية البحر الأحمر، جمال البحر واختلافه حتى في مناخه، مناخ البحر الأبيض المتوسط. كل التحايا لكل أهلنا الطيبين في ولاية البحر الأحمر وحاضرتها بور سودان أكيد. ثراء وتنوع في اللهجات وأجمل الإيقاعات المحلية والرقصات الشعبية، ما بين السماكة ورقصة الشرق المعروفة بإيقاعاتها المختلفة أكيد. تحية الحب والجمال لهم ولكل اللي بتابعونا وبيشاهدونا. كمان ميناء بور سودان معروف أنه أضخم ميناء في السودان، وبالتالي عجلة الاقتصاد هي سريعة ومتجهة شرقا لتصدير كل البضائع والمنتجات السودانية. تحية من شرق السودان الحبيب ولاية البحر الأحمر، ودي دعوة من ليالي السودان أنه نختار في أيام في السنة عشان نقضيها في البحر الأحمر وحاضرتها بور سودان والمهرجان السياحي اللي بتقدمه والرحل الصيد والرحل اللي بنقوم بها في البحر الأحمر عشان نشاهد الشعب المرجانية وأجمل وأحلى التفاصيل. كمان جزيرة سنجنيب من أجمل الجزر في العالم. تحية حب وتقدير لكل السودانيين، وتحية خاصة جدا لولاية البحر الأحمر. تتميز مدينة بور سودان في مجال السياحة على الشواطئ
حيث تمارس فيها رياضة الغطس والسباحة، وتعتبر منطقة الجنائن في جنوب الشاطئ فلامينغو والمنطقة المغمورة بالصخور والشعب المرجانية الملونة الواقعة شرق الميناء من المناطق السياحية المهمة. ويعتبر ساحل بورسودان من أجمل وأنظف السواحل في العالم لعدم تلوثه ووضوح الرؤية داخل مياهه الصافية، كما أنه يزخر بالعديد من أنواع الشعب المرجانية والأسماك الملونة التي تكسبه منظراً خلاباً، إلى جانب تواجد عدد من الحيوانات البرمائية كالسلاحف البحرية النادرة. وتتميز المياه قبالة مدينة بورسودان بأنها دافئة وصافية، مما تشجعان على سياحة الغوص والإبحار، كما توجد حوالي 400 نوع من الشعب المرجانية، بالإضافة إلى وجود محمية للشعب المرجانية في سنغنيب. Port Sudan is a beachfront city where diving and swimming are popular sports. The Janain area in the southern part of Flamengo Beach and the area located east of the harbor, which is full of rocks and colorful coral reefs, are the most important tourist areas. The Port Sudan seashore is one of the cleanest and most beautiful seashores in the world by virtue of its pollution-free environment and the purity and clarity of its waters. It is fascinatingly rich in coral reefs and colorful fish, as well as various amphibious animals, including rare sea turtles. The water off Port Sudan coast is warm and clean, making it very tempting for diving and sailing. Moreover, there are about 400 species of coral reefs and two coral reef reserves, Sanguineb and Dungoneb. مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. دائما في تساؤل بيجي على بالي، وتقريبا بكون قلت الكلام ده في كل المناسبات الوطنية والبرامج البشارك في تقديمها أكيد، إذا ما كان النشيد الوطني بتاعنا نحن جند الله جند الوطن إن دعا داعي للفداء لن نخن، شنو ممكن يكون من الأغنيات الوطنية الرائعة بتصلح عشان تكون هي النشيد الوطني أو النشيد الرسمي اللي بنقدمه في المحافل؟ طبعا أكيد الإجابة حتكون عشرات بل مئات الأغنيات اللي بتجي في خاطر كل مشاهد ومتابع بشاهدنا، كمان مطرباتنا المبدعات المشاركات في ليالي السودان آثروا على نفسهم إنه في نهاية كل حلقة يقدموا بشكل كورالي أغنية وطنية بتنافسوا بجمال أصواتهم في أداء باحترافية شديدة وبحب شديد. نتابع.
شكرا مشاهدينا ومتابعينا لمتابعتكم ومشاهدتكم اليومية لليالي السودان الرمضانية. تحية وتقدير لكل تيم عمل برنامج ليالي السودان، وأكيد للمبدعات المشاركات موسيقيات ومؤديات، كل التحايا وأجمل التحايا وأنداها لفريق عمل القام بتنفيذ برنامج ليالي السودان على فترات مختلفة ومراحل مختلفة. أخيرا تحياتي مع تحيات كل تيم العمل، إن شاء الله يا رب لما ألاقيكم في حلقة تانية ألقاكم طيبين وتامين ولامين ومستنيننا من بدري قدام شاشة قناة الخرطوم. مع السلامة.